مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى هذا العدد الجديد من هذا البرنامج الذي نتناول فيه أهم التحضيرات للمؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، وأهم ما ميز الندوات السياسية التي تأتي تحضيرا لهذا الاستحقاق الوطني الهام. دعوني في البداية أرحب بالأختين شاب سيني، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، أهلا ومرحبا. كما أود الترحيب أيضا بالأخت ليلى السالك الطيب، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، أهلا ومرحبا. طيب، بداية ضيفتي الكريمتين، لابد في البداية أن نعود إلى شيء من التقييم لأهم ما ميز المحطات الكبرى التي ميزت عمل الاتحاد خلال العهدة السابقة، خلال ال4 سنوات الماضية، أهم الإنجازات، أهم البرامج التي أنجزت خلال هذه الفترة. تفضلوا. تفضلي الأخت الشابة. السلام عليكم، صباح الخير. نجول تقييم الفترة الماضية من عمل الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية في 4 سنوات الماضية. كانت هناك برامج حقيقة يعني جبرت يعني صداها وجبرت بلدها على مستوى القاعدة الشعبية، وهي عن طريق برامج الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية اللي موجهة لترقية المرأة الصحراوية سواء كانت على المستوى السياسي والاقتصادي الاجتماعي، عن طريق الأقسام، ملفات الأقسام المركزية ودورهم تسقط هذا العمل على الجهوي تجاه المحلي. غير أيضا فم هذه الدور اللي هي تعتبر أيضا كذلك فيها المشاريع اللي تكون فيها المرأة الصحراوية سواء كانت على مستوى الاقتصاد، من حيث التعاونيات، من حيث الإعلام الآلي، من حيث تعليم اللواق، تعليم السياقة. هذه كاملة يعني برامج دائما تعدها الاتحاد الوطني تجاه المرأة الصحراوية من أجل يعني تمكينها في هذه العهد الماضية. شكرا جزيلا. طيب، الأخت ليلى، هل من إضافة؟ جيد، إذا كما أسلفت الأخت الشابة، النساء الصحراويات بعد المؤتمر السابع كان المكتب التنفيذي وزع على ملفات، يعني كل واحدة من المكتب التنفيذي كان لها ملف. هذا الملف يعني كانت خلال هذا العهدة وخلال تقييم اللجنة التحضيرية لهذه العهدة، كانت فعلا جميع كل الملفات كانت فيها إنجازات، وإنجازات جد مهمة وإنجازات بالغة، سواء كانت على ملف حقوق الإنسان أو ملف المرأة في الجاليات والمهجر أو المرأة في المدن المحتلة أو الملف الإعلامي أو ملف التمكين الاقتصادي أو حتى الملف الخارجي. وهذا الملف الذي سجلت فيه المرأة الصحراوية عديد فعلا الانتصارات، سواء مع المنظمات او مع الحكومات او مع الدول الصديقة والشقيقة، حتى في جميع مناحي المؤتمرات والدولية والندوات الدولية، اللي كانت دائما المرأة الصحراوية حاضرة وحاضرة بشكل مؤتمر وشكل وازن. شكرا جزيلا. طيب، نرجع لك الأخت شابة، وحقيقة باقي نسول بال عن موضوع متعلق بالاتحاد وهيكل الاتحاد. ينقال عن أغلبية الشابات الخريجات الأكاديميات يغيبوا عن عمل الاتحاد، شنو هي الأسباب؟ هل هذا صحيح وشنو هي الأسباب لعد اللي خالق ذا فعلا؟ زين، يعني كيف قلت عن الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، يعني فاتح الفرص وفاتح أبواب وجميع قدام جميع يعني مستويات النسوية، يعني كانت جامعيات الشابات كيف ما أسلفت الذكر، والله أيضا إطارات ثانية باقية تتعلم والله تتكون، غير ما عليه الأمر عن الشابات قطعا عنهم موجودات داخل اتحاد النساء سواء كانوا في المكتب التنفيذي
سياني على المستوى الجهوي، سياني على المستوى المحلي كهيكل. الشابات يعني موجودات، عندنا موجودات، عندنا حاملات يعني شواهد جامعية والله مستوى يعني ثانوي إلى آخره. المهم عنها المرأة الشابة والله، الفتاة الشابة والله الخريجة، هي مفتوح لها يعني المجال للعمل، وتضافر الجهود ما بينهم هما كشابات وكطاقة شابة، ومنظمتهم اللي هي ترقى يعني لتمكينهم وتكوينهم وفتح أبواب قدامهم، باش حقيقة عنهم يعودوا يعني حاملات مشعل في إطار تواصل الأجيال. شكرا جزيلا اخت ليلى. ما دام الباب مفتوح وما دامت ما دام الاتحاد الوطني مختلف هيئاته التسييريه يرغب في ادماج هذو الشابات، وما هو لا يدمجهم وحده حتى يعطيهم المشعل كيف قالت الشابه سين، علاه تغيب هذو الشابات، علاه يغيبوا عنده، اين الخلل بالضبط؟ شكرا. انا ما اشوف غيابته للشابه الصحراويه في الاتحاد الوطني للمراه الصحراويه، بل بالعكس، بل موجوده وموجوده على الشيء على ارقى مستويات، وهي المكتب التنفيذي للنساء الصحراويات، يضم حوالي نصف المكتب التنفيذي تقريبا 50% منه هم شابات، شابات خريجات وحاملات شهادات عليا. اذا هذا لا هذا بهذا المقياس يبين ان 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 قيام الشابات غير موجود تماما. كذلك كما اسلفت الشابه ذكر، ان في دور المراه على مستوى جهوي، هناك شابات حاملات شهادات، هناك امينتين من امينات الجهويات، او ثلاث امينات عفوا، هم شابات وخريجات، ثلاثة من خمسة هم شابات وحاملات شهادات جامعية. إذا حضور الشابة هون بشكل كبير، أنا نشوفه بشكل كبير، وهذا ما اللي يظهر حتى في تشكيلة اللجنة التحضيرية. إذا نظر أكثر من نصف 60% منها هم شابات وخريجات وحاملات شهادات. إذا أنا ما نشوف غياب المرأة، الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية لن يغيب شابات عن الميدان، بل كان محور أساسي في كل أعماله، كل ملفاته كانت تتركز على عمل الشاب. شكرا جزيلا. طيب الأخت الشابة ليلى ذكرت تشكيل اللجنة التحضيرية، هذا يقودنا للسؤال، كيف شكلت هذه اللجنة، على أي أساس وشكلته، وما هي الاعتبارات الكبيرة اللي تم اختيار هذه اللجنة على أساسها؟ طبعا عادة من كل فترة تحضير المؤتمر لهذا الاستحقاق اللي هو يعتبر عنه استحقاق المرأة الصحراوية بصفة عامة، تشكل لجنة تحضيرية بالتشاور، اجتماع المكتب التنفيذي مع الأمين العام للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، والتشاور حول كيفية تشكيل اللجنة، غير أيضا يعني يتم اطلاع أيضا الأمانة الوطنية بصفة عامة، الأمانة العامة الوطنية للاتحاد الوطني بصفة عامة على هذه التشكيلة، اللي هي التشكيلة تجي دائما عندنا يلتنا نمسوا جميع النساء الصحراويات، كل واحدة من موقعها في مؤسسات الدولة الصحراوية، باش تعود فهم تكاملية بين الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية ونساء اللي موجودات في على مستوى مؤسسات الدولة الصحراوية. هذا يعتبر يعني هو هدف من أهداف الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية على هذه التشكيلة، باش تمس جميع، قلت عنها يعني جميع كافة النساء الموجودات في المؤسسات، أيضا حتى موجودات مولي من مهجر، موجودات في تشكيلة اللجنة التحضيرية، وهذا من أجل تعنوا التكامل والرفع من مستوى والإبداع فيه. كل واحدة جاية من موقعها، جايبة أفكارها، جايبة باش يعني تدري براءها في اللجنة التحضيرية، ومن هذا المنطلق يعني هي تعتبر عن شب عقبال هذه الوثائق اللي هي ترسم كخطة للتحضير للندوات السياسية. طيب نبقى في هذه النقطة الأخت شابة، هناك تشكيلات جمعوية ظهرت على مستوى الجالية بالخصوص، واللي الحقيقة سجلت حضورها على الساحة الوطنية في الوقفات في مختلف العواصم الأوروبية وفي مختلف المناسبات، واللي أصبح صوتها مسموع، كيفاش أين وضعت اللجنة التحضيرية هذه الجمعيات للاستفادة منها ولإشراكها أيضا في
في التحضير للمؤتمر؟ اللي أنا بغي نشير عن اللجنة التحضيرية، ضرورة الشرط الأول اللي فيه هو ضرورة التواجد. علاش ضرورة التواجد؟ باش نقدو نقطو الساحة في إطار الندوات السياسية. ما احنا ما ماذا بينا يعني عن هاللجنة التحضيرية تمس جسم المرأة الصحراوية بصفة عامة، سواء يعني كانت محتلة في المهجر، جاليات الشمال، جاليات الجنوب، مخيمات العز والكرامة غير، يبقى التواجد هو مهم جدا، لأنه بدون تواجد ما تقدر تخلق عملية يعني تعميم الندوات. فلهذا يعني حان الوثائق قطعا عنها ومشات شور يعني جسم الآخر من المرأة الصحراوية، سواء يعني كانت في المدن المحتلة والله في الجاليات والله في المهجر، باش يناقشوا هذه الوثائق، وقطعا عنهم عن طريق إثراء ذيك الوثائق اللي تجي أفكارهم قطعا عنها اللي تبلور حتى هي في هذه الوثائق اللي إن شاء الله بصدد إحنا التصويت عليها في المؤتمر. باقي نشير على هيكل والله هيئة من الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، وهي هيئة الرقابة اللي موجودة اللي تنتخب من كل سنتين. في هذه الهيئة حتى هي أيضا ما تقل دور ولا شأن عن يعني بقية هياكل الاتحاد الوطني، مراقبة سير عمله، مراقبة برامجه، مراقبة مشاريعه، وقطعا عن الاتحاد يعني قطع فيها خطوة مهمة جد مهمة في هذا النوع من العمل اللي به. شكرا جزيلا. الأخت ليلى، الندوات انطلقت منذ أيام، وتقريبا تم استكمالها على المستوى الوطني على الأقل. ربما تعد ميزات فخرة في البلاد الثانية من تواجد المرأة الصحراوية، ولكن على مستوى الولايات تم عقد هذه الندوات. خلي بالنقاش، خلق تناول هذه الوثائق والأرضيات، كيفاش سير التحضير من خلال هذه الندوات؟ شكرا. اذا قبل التطرق لسؤالك نبغي نزيد شويه على الاخت شابه. هو الاتحاد الوطني للمراه الصحراويه تنضوي تحته كل النساء الصحراويات اينما تواجدوا. لهذا بهذا قبل المبدا وشكلت اللجنه التحضيريه، يعني فيها المراه الصحراويه في جميع تواجد عملها، جميع تواجد عملها في جميع الجهات. هناك المرأة الصحراوية من التعليم، من الصحة، من النقل، من في الجاليات، في المهجر، في المدن المحتلة، في القاعدة، يعني الفروع والمجالس الشعبية، في الاتحاد حد ذاته. يعني جميع تواجد المرأة هي كانت أعضاء في هذه اللجنة، لأنها ضروري أنها تكون أعضاء، لأن عمل المرأة الصحراوية ما يختصر على الاتحاد فقط ولا المنظمة، بل يختصر على عملها ونضالها في كل مواقع تواجدها، مواقع تواجدها. إذا الندوات السياسية التحضيرية للمؤتمر الثامن لاتحاد المرأة الصحراوية انطلقت يوم 9. هذه الندوات انطلقت في ولايات الداخلة، العيون، والجاليات الشمال، والشهيد الحافظ، في هذه المدة الزمنية. هذه الندوات السياسية كيف ما يوصفها القانون تعتبر محطة من محطات المؤتمر أو جلسة من جلسات المؤتمر. هذه الندوات اللجنة التحضيرية أعطتها 3 أيام كاملة، هذه 3 أيام من أجل النقاش والإثراء والاطلاع على الوثائق المقدمة للمؤتمر. كذلك اللجنة التحضيرية ترجو من وراء هذه الندوات بهذه الفترة الزمنية الطويلة اللي أعطتها، ترجو من وراها عن كل نساء القاعدة يكون مطلعات على هاي الوثائق، ويناقشوها بكل جدية، ويثروها ويطلعوا عليها ويزيدوا إذا كانت هناك هل زيادة. وزعت هذه الوثائق مثلا قبل الندوات باش تطلع عليها الناس وتقراها بالشور عليها التأني وتسجل ملاحظاتها، ولا الآن قرأت في الندوات وتوفى؟ إذا هاي الوثائق تم إشعار بها المجالس الجهوية للولايات،
وتم إذا وضعت تحت تصرف تحت تصرف المجالس الجهوية وتحت تصرف الأمينة الجهوية للنساء اللي هي عضو في المجلس. حتى المواطن العادي أيضا فيه هي عضو في تصرف. المجلس الجهوي وبلغت الوثائق للمجلس الجهوي من أجل المجلس الجهوي يبلغها للمواطنات ويشعر بها المواطنات. إذا هذه قلت أن اللجنة التحضيرية ترجو من وراء هذه الندوات ومن وراء الود لإعطاء الندوات أنها تكون سباقة على أن يكون مؤتمرها هو محطة للمصادقة على الوثائق، لأنها الآن اللي نطلع على التقارير اللي صدرت من هذه الندوات نعرف عن المرأة الصحراوية فعلا في هذه الندوات ناقشت وثرات وثائقها وزادت اللي خاصه ينزاد ونقصت اللي شايفه هي عنه وما فيه ما فيه ما فيه الفائدة، وهذا شيء جميل يعني ينزاد للمرأة الصحراوية. طيب الأخت ليلى، التحضير ذكرتيه على المستوى الوطني، تواجد أين تمارس الدولة الصحراوية سيادتها، لكن هناك أماكن أخرى أكيد عنه اللجنة التحضيرية لابد تعد مكنتها أيضا من المشاركة في هذا التحضير. المرأة على مستوى الأرض المحتلة، المرأة في الجاليات والمهجر، أين هذه المجموعة وهذه الفئة من التحضيرات ومن اللجنة التحضيرية شعلت معاه؟ إذا كما أسلفت الذكر أن اللجنة التحضيرية فيها عضوات من الجاليات ومهجر، فيها عضوات من المدن المحتلة. إذا هذو العضوات هم اللي تكلفوا كذلك بالندوات على مستوى الجاليات والمهجر وعلى مستوى كذلك الأرض المحتلة، وكله حسب الطابع اللي يطبعوه، لأن كل موقع يطبعه طابع خاص ويطبعه وعنده ميزات خاصة. إذا المهم الهدف العام منها أن الندوات تندار لهذو الصحراويات الموجودات في هذا التواجد، وفعلا شرفت عليهم شرفت اندارت لهم الندوات وشرفت عليها اعضاء اللجنه التحضيريه اللي موجوده في الجاليات والمهجر الموجوده كذلك في المدن المحتله، وخرجوا حتى هما بمخرجات جيده ونتائج جيده لحقوا بها اللجنه التحضيريه، وهي اللي تكون مضافه لهذه الوثائق المقدمه في المؤتمر شكرا بحريه. جزيلا. طيب الأخت شاب، الآن اللجنة التحضيرية حسب نقاشنا عدلت ذاك اللي عليها الوثائق وجدتهم، مكنت الناس من الوصول لهذه الوثائق عن طريق هياكل الاتحاد المنتشرة في كل مكان، وعقدت الندوات في وقتها وبالوقت الكافي. هل رأيك سيبقى الموضوع، هل خلق لي إقبال على المشاركة في إشغال هذه الندوات بالدرجة الأولى، ومن ثم يكان خلق إثراء للوثائق وتناول هذه الوثائق وهذه الأرضيات اللي قدمت، والله العكس؟ لا شك عن الفترة اللي انعطت للندوات وهي أقصاها حد مثلا أنها 3 أيام، الإقبال قطعا عنه سجلناه يعني بارتياح يعني جيد جدا، إلى ما قلنا ممتاز جيد جدا، وهذا على مستوى ولايات الوطن، ولايات مخيماتنا في اللجوء، مخيمات العزة والكرامة. قطعا عن مؤلفهم من قد الإثراء مداخلات هذه المواطنات وإثراءهم لهذه الوثائق اللي نطرح لهم عن هذه الوثائق، إن شاء الله هي قايسة المؤتمر بصدد المصادقة عليه. يعني احنا جبنا لهم مثلا اللائحة القانونية المنظمة للندوات، القانون الأساسي للاتحاد، وجبنا لهم برنامج تقييم ما بين عهدتين. هذا حقيقة عنهم كان بالنسبة للبرنامج التقييمي وللقانون الأساسي كان فيهم يعني عنها نقاش، وكانت فيها إضافات وكان فيه إثراء. فقط يعني بالنسبة للبرنامج التقييمي واللي تقريبا يناول على مستوى وطني، يطالبوا مثلا بهذه الانجازات اللي جد ممتازه اللي يعد الاتحاد الوطني دائما من بين عهدتين،
هم يختاروها حبذا، انها لو عدلت مثلا من كل سنه ولا كل سنتين يخلق ذاك التقييم بدلا من تراكم هذا يعني المحصول اللي هو يعتبر يعني حقيقه من نجاح الاتحاد الوطني اللي قدم للمراه الصحراويه، سياني كان على المستوى السياسي ولا المستوى الخارجي ولا المستوى الاجتماعي. وقطعا عنها كانت فم اضافات يعني جد ممتازه، ومطالبه الاتحاد الوطني يعني بعده خطوات اللي يلا نتخذوها من اجل عن قبال يعني نحصل على مبتقى قاعدتنا الشعبيه، وهي القاعده النسائيه اللي دائما نرجع لها وجايين منها، واشراكها في النهايه ضروري وجد مهم. أكيد، شكرا جزيلا. طيب الأخت ليلى، التحضير خلق وبشكل جيد، الندوات انعقدت أيضا وخلقت المشاركة وخلق الإقبال على النقاش وتناول هذه الوثائق وإثراءها. شنو هي أهم النتائج اللي وقفت عليها اللجنة التحضيرية قبل المؤتمر؟ إذا إضافة للطرق الشابة في الإقبال والزيادة في هذه الوثائق، فعلا نحن عدلنا ندواتنا وعدلناهم للقاعدة الشعبية اللي متواجدة على مخيمات العزة والكرامة، ومعروف أن هذه النساء الموجودات في هذه القاعدة فعلا فعلا أطر 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 يعني يعني بما تحمل كلمة الإطار من معنى، لأن وقفنا عليهم مناضلات مطلعات على مبادئ الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والد الذهب، مؤمنات بها، وهذا ما كبينه، لأنهم جلهم هم عراف، وهذا ما كبينه منذ الأزل من بداية الثورة، وهم ما كبين هذا وما كبين وعارفين ويعرفوا وبكل معرفة أن الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية هو رافض من روافض الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب. وفعلا أنا كنت معجبة بهذه الزيادات وهذا الإثراء وهذا النقاش البناء اللي خلق في هذه الندوات. كانوا خلقت الزيادة والاقتراحات في الوثيقة المقدمة، قدمت إنجازات الاتحاد ما بين المؤتمرين، ومن ضمن الزيادات اللي قالت والله الطريقه الاليه اللي قالت الشابه عنهم خاصهم يعودوا مطلعات بشكل مستمر في هذه العهده. كذلك خلق قالوا عنهم اللي حتى انهم تفطنوا عنهم اللي انتخابهم لهيئاتهم المحليه والاساسيه عنه خاصه يعود جيد، وخاصة يعود هذه الهيئات مختارة مختارة فعلا، المرأة الممتازة القادرة اللي تقد فعلا توصل هذه المعلومات للقاعدة الشعبية بشكل آمن بشكل جيد. كذلك زادوا في القانون الأساسي وتفطنوا في الهيكلة، مثلا قالوا عن لابد أن يكون هناك زيادة ملفات، هاي الملفات تكون مطلعة على المرأة المتواجدة في القاعدة عن مواكبتها. زادوا كذلك في 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 السن القانوني اللي تنتخب اللي تنتخب عليه على أساسه الأمينة الأساسية والأمينة المحلية، وقالوا عنه يا يعني تزيد شوي عن ذاك العدد، لأن اللجنة التحضيرية في مشروع القانون قالت عن الأمينة السياسية 18 سنة فما فوق، والأمينة المحلية 20 سنة فما فوق، وهذا يشوفوها هماتي عنه عمر يعني صغير، وخصو ياسر من النضج على 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 هذه المواضيع قبال السياسيه اللي متكلف به الاتحاد. كانوا حد عمر معين فعلا، هم حد قالوا عنها على الاقل الامن السياسيه تعود تتراوح من عند 22 ل 25 26 من عند 22 فما فوق، والامينه المحليه تتراوح من عند 30 سنه فما فوق، وهذا السقف الاعلى ما حده ما عند 30 سنه فما فوق، يعني السقف الاعلى هو ما يقدر يحدد، لان كل 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 المراه الصحراويه هي من حقها انها تكون
تكون حتى هي تقدم الانتخابات، وتكون حتى هي أمينة سيد. محلية، وتكون تسير، وتكون أمينة أساسية، معناها على القانون كافلها هذا مزاولة مهامها ما مزاولة دامت مهامها قادرة. على مد ما دامت قادرة. قادرة على مزاولة هذه المهام. كذلك يعني عدة 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 نقاط زادوها، نعود ما نستحضر تضري، لكن هم حقيقة كان النقاش في المستوى، وكان نقاش كانوا مقبلات عليه بشكل جيد، وبشكل فرحانات له، مستبشرات خير مؤتمرهم، وهذا يبشر بنجاح المؤتمر، وهذا ويبشر يبشر. بأن المؤتمر لا يوصل نتائج أساسية. الأخت شاب، بالإضافة لهذه العملية التحضيرية، ما شملت النقاش في الوثائق والإشكالات وطرح ذا اللي شاف عنه قال له ينقاس وينقلع ذاك اللي مات لصالح المرحلة، قاست أيضا عملية ثانية هي عملية الترشيح والترشح. أكيد أنه هذه بداية الانتخابات، بداية العملية الانتخابية اللي هي تستكمل في المؤتمر، هو انتخاب المندوبات على مستوى تواجد المرأة الصحراوية من أجل المشاركة في المؤتمر، لأن المؤتمر ما يقدر يعود مفتوح للنساء على مستوى وطني، لأن كاع ما خلق قاعدة ترفد من النساء اللي باغي تحضر غير هذا قولا، وخالق مجموعة من الإجراءات اللي من خلالها تقدر تشارك المرأة السياني من إن كانت عن طريق مندوباتها اللي ترشح للمؤتمر، للمشاركة في شغل المؤتمر. نضرب لها شنو الإقبال على الترشح لأهم المناصب وأهم المهام في الاتحاد، وشنو هي نسبة الترشح أيضا الفئة الشابة، الشابات والخريجات وذوات يعني اللي عندهم مستوى يعني أكاديمي معين. باغي نضيف شوي فقط على اللي قالت الاخت ليلى في اخبار تفضل. يعني جانب اثراء هذه الوثائق ولا الملاحظات ولا يعني زياده المواضيع ولا التعليق عليها. ندوات عاده ولا قاع اي بلد ما يخلى دائما كذلك من النقد والملاحظات، وهذا حقيقه شيء بناء وشيء صحي لهذه المؤسسات وهذه الهيئات وهذه المنظمات الجماهيريه، واللي المرأة في القاعدة يعني تعلق أمال كبير الاتحاد الوطني، بالرغم عن موجودات كل عاملات موجودات في مؤسسة وكل واحدة من موقعها، غير دائما ترى المرأة في القاعدة يعني تحمل الاتحاد الوطني المرأة الصحراوية ذاك كامل من الانشغالات ومن الهموم اللي هي تعيشها كمناضلة كمناضلة، يعني تعلق على المنظمة عنها تعود يعني المرافعة، وتعود هي اللي تدافع، وتعود هي اللي يعني تلمس مشاكل كل مرأة عاملة في كل مؤسسة، وده هو اللي دورها حقيقة. وإحنا قطعا عنها كمنظمة نكبر به، نعتز بهذا النوع من النقد، لأنه كيف قلت عنه هو صابون، هي ملاحظات يعني بناءة، منين تجيك من قاعدتك الشعبية، منين تعود يعني كيف ما تني عليك غير ملي كيف ما تنقدك والله تلاحظ عليك اي ملاحظه في اطار البرامج. بالنسبه لسؤالك من قد اخبار الانتخابات والقبول عليها ومشاركه الفئه الشابه، قطعا عن بالنسبه للمندوبات كانت يعني الاقبال على المشاركه في المؤتمر جد ممتازه، حتى ما سجلنا فيها اي مثلا تخلف عن هذه المشاركه. قد يعود فم خلل شوي يعني بالنسبة للقانوني، وحدات قد يعود ما هم عارفات قبال بالضبط منين اللي هي ينتخبوا، خلقت فم إشكالية غير بعد يعني، وعالجت يعني في نفس الوقت باش انهم يرجعوا للبلد اللي يلتهم ينتخبوا فيه. بالنسبة للمشاركة قلنا عنها تقريبا وسجلت على مستوى وطني، ما فم أي نقص بالنسبة للولايات كاملة. غير نجو للمشاركة والله باط الرغبة في الترشح، وخصوصا للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية اللي يعني شفنا فيه عليه إقبال من الشابات، وهذا قطعا عنه شيء يفرح، وقطعا عنه شيء يخلينا قبال كمنظمة ذاك اللي نرجع قبال اللي قلت عنه تواصل الأجيال مهم مهم ومهم جدا، من أجل أننا كاملين يعني نتم مواصلين ذاك سير العمل النضالي اللي خلاونا أمواتنا من نشأة الثورة إلى يومنا هذا. يعني فم إقبال حقيقة يعني نعتبره لا بأس به.
في أخباره يعني لإقبال الترشح لمكتب التنفيذي. بالنسبة للأمين العام، بالنسبة للأمينة العامة جايتك، إلى حد الآن فات اللي فات برز عندنا الأخوات الثنتين اللي هي الأخت مينت لرباس الملقبة بطاطا، والأخت النانا الرشيد. هذو الثنتين هم بعد اللي فات نعلن عنهم، اللي عرفناهم كبار رسميا من خلال اللجنة، وهذا فاتوا قدموا ملفاتهم، ونتمنى عنها تعود ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، لأنه حقيقة هذا استحقاق للمرأة الصحراوية بصفة عامة، وقطعا عنه يعني هي مهنة شرف، لأن كل واحدة تشوف من نفسها أنها تقد تبدع فيها وتقد تعطي فيها المرأة الصحراوية من خلال برامجها هي اللي جايبة اللي تقد تعدل في هذا القبيل. شكرا جزيلا الأخت ليلى. نطرح في الندوات عن القاعدة طلبت الاطلاع على الأقل من كل سنتين على اللي عدل الاتحاد. حد باقي يغوص وراء هذا الانشغال يفهم عن خالق قلة التواصل مع هذه القاعدة، قلة الانشغال بهذه القاعدة. هل ممكن توضيح هون واللي نخلوا مال الباب أيضا لسبب اعتبار عنها؟ عندنا اللي نقوله هو حقيقة لين تعود طالع اللي باش نعود موضوعيين، نقولوا عن 4 سنوات حقيقة طويلة باش النساء الصحراويات يطلعوا على إنجازاتهم. أنا نعتبرها إنجازات. هذه السنوات الطويلة اللي ما طلعوا هم على إنجازاتهم، وتم دائما عندهم شكوك عن 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 هذه عن هذه الفئة اللي انتخبوا، اللي هي الأمانة الوطنية للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، عنها غايبة والله ما نجزت بعض الإنجازات. وهم اختاروا أن يعود على الاطلاع على الأقل من سنة أو سنتين، وهذا شيء جيد، وهذا في إطار الندوات وتعميم هذه الإنجازات. ويعني الآليات تختلف، يعني تشوف الاتحاد في العهد الجاية، شوف الاتحاد كيفاش له يتم مرافق القاعدة الشعبية على طول هاي العهدة اللي له يتم فيها الانتخاب. وهذا أنا نشوفه شيء جميل، وهذا نشوفه نقد في محله وجيد. كما قالت الشابة، هو ما القاعدة ما فعلا هذا من أجل البناء، ما هو لا من أجل بناء أي 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 مح أي أي هيكل أو أي إنسان، ما ثنى لا يبني، بل لابد من النقد والملاحظة من أجل الرفع من مستوى هياكلنا ومن أجل الرفع من مستوى أدواتنا. كذلك أنا لا أستشف من وراء هذا النقد شيء، بل أستشف أن هناك إرادة قوية من أجل بناء هذا الهيكل اللي هو الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، ومن أجل باش العهدة الجاية إن شاء الله ما يكون النساء في القاعدة غايبات تماما عن هذه الإنجازات اللي هي فعلا إنجازات، وإنجازات جيدة. لا، نحن الصحفيين دائما لا لا دائما لا لا لابد لا في هذا الموضوع اللي انا بغيك تعود فهمتني قبل عن هذا اللي تفضلت به، مطالبة مثلا القاعدة اطلاعها على يعني انجازات الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية. ما هو بالضرورة انه يعود القمة انه تعود قايبة عن القاعدة، بالعكس، لاني في البداية طرقت لك عن هذه الانجازات اللي هي تعتبر ملفات موجودة، برامج موجودة. وإلى عتباني خايفة نكذب، الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية اللي هي عود المنظمة الوحيدة اللي من القمة إلى على مستوى الأساسي بالتدرج من الأمينة العامة إلى إذا في امتداداتها في كاكلي، إذا في برامج اللي تسقط من مركزي جهوي محلي أساسي، معناها عن فم الغياب والله شقور برامج. هذا راهو حسب مولي الملفات، لأن اللي خالق الملفات اللي عندها امتدادات وخالق الملفات اللي ما عندها امتدادات تبقى على مستوى مركزي، هما اللي طالبوا بهذه المواضيع. وخصوصا مثلا على مستوى الخارج، هذه من الانتصارات الزينه، وهذا من يعني من النجاحات اللي عدل الاتحاد الوطني للمراه الصحراويه. ماذا بيهم حتى قاعد انها تعود توخذ لهم كماده تحريض،
فهمني، تجيهم كمواضيع تقر، هي مثلا تقر عليهم باش يتم، ولا هم مواكبين دائما عمل الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية في هذا، في جميع الجوانب. انا لا اعطيتك فقط واذا مثال، هذا العاد شيء هو اعجاب القاعدة الشعبية بانجازات اللي عدلت المرأة الصحراوية والاتحاد الوطني في هذه العهدة ما بين مؤتمرين. يشوفوهم بالرغم عنه راهو خلق اختصار بالحجم، يفكر الحجم كليل، كبير. إيه الحجم كبير يعني، وإذا هم اللي باقين هم مثلا يعود يقلص على هيئة مواضيع تتم تجيهم، زائد عمل المنظمة كيف قلت لك اللي ساقط من المركزي إلى المحلي والأساسي. شكرا جزيلا. هذا ما هو تشكيك في عمل الاتحاد ابدا. لا نختار دائما وضع النقاط على الحروف وتوضيح كل ما نتناوله في هذا اللقاء. طيب، اكيد انه هذه الندوات كانت مناسبه لتسجيل الانشغالات. شنو هي كبريات الانشغالات اللي سجلتها المراه الصحراويه في هذه الندوات؟ شنو هي القضايا الكبيره اللي ما نحسن فيها على مستوى هذه الندوات، وبالتالي هي قضايا مرفوعه للمؤتمر؟ ما فهم قلت عنه قبال إشكالية قبال اللي هي تعود إنها مثلا عائق في الندوات، ولا سلط عليها الضوء ما هي موجودة. فم اقتراحات حقيقة يعني جات لدعم الوثائق، وهذه الاقتراحات هي اللي كيف مثلا تفضلت به الأخت، هي زيادة ملفات، وفيه أيضا اقتراح ثاني وأنا بعد شارب لي عن لابد تنخلق هيئة مديرية، مهم هيئة عنها تخص بالمجاهدة الصحراوية، تخص بها بأرشفة نضال المجاهدات الصحراويات، وهذه الملفات اللي تبقى يعني مؤرشفة ومحافظ عليها غير شيء يعني المرأة، رانا هذا نعرفه، حق. وهذا حق، هذا حق للنساء الصحراويات المجاهدات اللي يعني قضاوا يعني عمرهم أكيد. وشبابهم من أجل هذه القضية، تبقى فم لهم هيئة تخص بهم إلى ما بعد إن شاء الله استكمال السيادة واستقلالنا ورجوع الوطن، يجبروا هذه الفئة من المجاهدات تعود عندهم يعني هيئة تخص ملفاتهم وأرشفتها. وقطعا عن هذه بعدنا النقطة يعني شاربة الإقبال، أكيد هذا من حقكم، لأنها حقنا من أكيد. حق هذه المناضلات اللي بذلوا قلت عنهم كل غالي والنفيس من أجل هذه القضية، ولا يتموا لأنهم أكيد. هذه قناعتهم بالله وبوطنهم بقضيتهم. وقطعا عنا لابد أن نحافظ على هذا الإرث اللي إحنا كاملات يعني مسؤولات عنه في النهاية بشكل جماعي. شكرا جزيلا. الأخت ليلى، الندوات السياسية تم اعتبارها هذه السنة وهذا التحضير وهذا في هذا الاستحقاق محطة متقدمة من جلسات المؤتمر الثامن للاتحاد. شنو اللي قصدتوا أنتم على مستوى اللجنة التحضيرية وعلى مستوى هيئات الاتحاد بهذه الخطوة؟ شنو الهدف منها، وشنو هي الزيادة اللي تزيدها، ولا شنو اللي توفر للمؤتمر هذه الخطوة؟ جيد، نحن في اللجنة التحضيرية قررنا عن الندوات السياسية تعتبر جلسة من جلسات المؤتمر، وأعطيناها الوقت الكافي 3 أيام. ذلك قلت فيما أسلفت ذكر أنه الإثراء والنقاش والاطلاع يكون في هذه الندوات، والزيادات أو النقصان يكون في هذه الندوات، يكون المؤتمر هو محطة للمصادقة. لماذا؟ لأن حتى كذلك اللجنة التحضيرية اختارت هذا المؤتمر أن يكون على شكل أخرى. مثلا في اليوم الثاني من المؤتمر بإذن الله سيكون عبارة عن ورشات، هذه الورشات تمثل نضالات المرأة في جميع المناحي، يعني المرأة في السياسة، المرأة في الرقابة، هيئة رقابة البرلمان، المرأة في التعليم، المرأة في حقوق الإنسان، يعني أبواب مفتوحة يعني أمام المرأة. كل يعني مثلا ورشات يعني فيها تمثل هاي الورشات، وهاي الورشات تحكي يعني عمل المرأة ولا تواجد المرأة في جميع المواقع. هل ستشركون ضيفات نعم أجانب؟ نعم نعم هي هذا هاي الورشات يعني أساسا تهدف للاطلاع الداخلي، لكن أكثر
للاطلاع الخارجي، تبادل الاطلاع يعني التجارب أيضا مع النساء. ضيفاتنا المشاركات معنا من الدول الشقيقة والصديقة، يعني يكونوا كذلك مؤطرات في هذه الورشات ويدلوا كذلك ملاحظاتهم واقتراحاتهم ونقاشهم في هذه الورشات. لهذا اخترنا أن تكون الندوات والله حتى عن جعلناها مادة في من القانون، عنها تكون ندوات سياسية، هي جلسة من جلسات المؤتمر. ويكفي أنك ذاك اللي قلت في الندوات وذاك الانشغال اللي أنت منشغل به خلال هذه العهدة تقوله في الندوة، وهو له هل تحقق يوثق. ذلك؟ هل لا تحقق فعلا نعم عن نعم نعم فعلا هذا هو اللي كنا نقول لك عن ما شاء الله، يعني وقفنا على عديد التدخلات الزينة المنورة اللي فعلا ناسها واعية، ناسها منطلقة من معرفة ولا هي منطلقة من فراغ، يعني هذا كامل وثق ولا هي ينضاف منه لكل الوثائق اللي احنا مشينا بها، مشروع القانون الأساسي ومشروع وثيقة التقييم اللي في النهاية اللي تعتبر هي برنامج العمل الوطني، اللي هي برنامج عمل الاتحاد اللي هي صادق عليه المؤتمر بإذن الله، يعني هذا كامل وثق وانضاف له، وهذا ولهذا الأساس كبار جعلنا عن 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 المؤتمر يبقى محطة للمصادقة فقط. ما يمتنع منه النقاش أبدا، ما نقدر نقفل النقاش على المعتمدات لأن هذا حقهم يقير. نحن ظني نحن وان شاء الله يكون ظننا في محله انه له يعود النقاش قليل، لان اعطينا الفرصه الكافيه للمواطنات وفي جميع تواشد المراه الصحراويه اعطيناهم الفرصه الكافيه للنقاش، وبكل امان وصلنا انشغالاتهم ووثقناها في الوثائق. اذا هذه النقاط اللي عندك وهذه توحي انه لابد من يكون هنا أن يكون هون ما يكون هون انشغال ولا شيء، يعني يطلع للمؤتمر بشكل كبير. أخت ليلى، هذا التحضير أيضا الناس تستغل فيه هذه وسائل التواصل الاجتماعي، تفتح فيها صفحات وأماكن للنقاش ولإيصال هذه الانشغالات، اللي بعيد ما يقدر يشارك واللي ما يقدر يحضر يمشي انشغالاته ويمشي رسائل، واللي باقي يوصل للمؤتمر ووصل للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية عن طريق هذه الخدمة. هل فكرتم على مستوى اللجنة التحضيرية في هذا الموضوع، وبالتالي استغلال هذا الحيز اللي هو سهل ومتاح وبسيط وبدون تكاليف؟ جيد، هذا ما غاب عن 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 اللجنه التحضيريه، وكانت خالقه لجنه من لجان اللجنه التحضيريه، قال هي لجنه الاعلام والثقافه، هذه اللجنه متكلفه بهذا الموضوع، والعلم هم اللي ان دور المراه في جميع الولايات، كل دار عندها مفاتحه موقع الكتروني، هذا تستقبل كل الاقتراحات كل الانشغالات وكل الاراء من جميع المواطنات او المواطنين على مستوى كل تواجد العنصر الصحراوي اينما كان. شكرا جزيلا. طيب الاضافه نضيف شويه في هذا المنوال، هو على ذكر الورشات اللي ذكرت الاخت ليلى، واللي هم يعتبروا ايضا كذلك يعني جزء من عمل الاتحاد الوطني للمراه الصحراويه، واللي يبغي يقدم قطعا عنه للقاعده النسائيه، اي هو يعني مثلا ورشة حقوق الإنسان اللي احنا يعني همنا وشغلنا الشاغل هو تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان اللي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المدن المحتلة، واللي يتعرض لها المرأة الصحراوية في المدن المحتلة. وعلى ذكرها إن شاء الله له يكون معانا وفد إن شاء الله كبير من نسائنا في المدن المحتلة المشاركة والتعبير في هذه الورشة عن ديك يعني كامل الأشياء اللي حقيقة هم يستاءوا منها، وذيك انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة اللي يعني موجهة لهم من المحتل الغاشم المغربي. وفي نفس الوقت نبغي نذكر على الورشة الجانب السياسي، وهي المشاركة السياسية والكوطة وما أدراك ما الكوطة. في هذا الجانب اللي ده هو حقيقة نبقى نسلط قبال الضوء على يعني حاجة المرأة الصحراوية
ورجوعنا للنسبة اللي لابد لها، يعني نرجعوا لها من أجل الحصة، يعني باش نرجعوا قبال لمشاركة المرأة في هذا، يعني على مستوى سياني كان الهيئة السياسية ولا التشريعية، لأن حقيقة كنساء احنا بحاجة لها، غير مال الدولة الصحراوية كذلك بحاجة لها. إذا الورشة السياسية واحدة من المحاور الكبيرة هي الكوطة. لا لا، من ضمنها، من ضمن من ضمن المشاركة السياسية، هي من ضمن المشاركة السياسية. احنا نعرفوا عن المرأة الصحراوية موجودة، موجودة في مؤسسات أكيد الدولة الصحراوية، غير كل ما طلعنا كل واللي ما قلت النسبة في هذا الجانب اللي ذا هو. هذا إذا بس راجع هذا فيه وفيه اللي يعني نحن كنساء، غير فيهم اللي يعني الدولة حتى هي نحملوها في ذاك الجانب، التعيين اللي يخص الدولة الصحراوية ان احنا نطالبوها في ذاك الجانب، الحصة حصة التعيين على المرأة الصحراوية، يلا تعين أمينة عامة الوزارة، يلا تعين سفيرة، يلا تعين مثيلة، يلا تعين مستشارة لدى الرئيس، مديرة مركزية، مديرة وطنية، باش نوجد أنفسنا حقيقة، لأن احنا جزء من هذا المجتمع اللي بل يتكون، أكثر عطاء في المجتمع. لكن احنا جزء منه في النهاية في عمله النضالي والسياسي، وهذا حقيقة هو حق المرأة الصحراوية. ويبقى الجانب الانتخابي اللي احنا حقيقة مسؤولات عنه في النهاية، واللي أيضا حملوا أنفسنا يعني مسؤوليتنا، بأنه في النهاية منين نعود له ننتخبه، دائما كنساء نميل على انتخاب الرجل أكثر من المرأة، وهذا يرجع عن احنا، يعني اذا احنا نشتركوا فيها احنا والدول الصحراويه، هذه النسبه السياسيه والله الاستحقاق والله الكوطه هذا. شكرا جزيلا. بقى لنا سؤال اخير وهو مشاركه المراه واللي شرتي لها، من رأيهم لنا هذا الوفد شنو تشكيلته، شنو هي الرسائل اللي جاي حامل، شنو هي الاضافه اللي يضيفها للمؤتمر وفد اتحاد المدن المحتله؟ المدن المحتلة اللي جاي منهم وفد كبير، التشكيل لحد الآن احنا ما تشكيلة مناضلات، احنا ما عندنا فم، ولا حتى قاعهم احنا في النهاية مناضلات كاملة، وقطعا عنهم جاي منهم وفد المشاركة ولها أول مرة يعني، ولا قطهم واللي قابوا عن المشاركة الحقيقية وتسيير المؤتمر كانوا فيه النوبة الماضية من تسيير المؤتمر، وقطعا عنا فم قبال حاجة ماسة للإشراك ومشاركة الجزء الثاني، نصفنا الآخر اللي هو تحت الاحتلال، باش قبال نتبادلوا ذيك الأفكار النيرة الزينة، الأفكار النضالية اللي تشجعهم هم، اللي تشحنهم ويعطون احنا مولي أيضا شحنة ثانية هون حقيقة من ذاك النضال الزين اللي هم عايشاته يوميا في الشارع أنا مناهضة أكيد أبسط لي الاحتلال. مثال منكم هنا. أكيد الأخت ليلى لعت ما تلات عندك إضافات من قسم الكلمة الأخيرة. إذا جيد، أنا نبغي نضيف على شوية على ذلك قالت، أو نوضح، لا، الأخت الشابة فعلا احنا مكبرين الكرش كيف نقولوا في نظامنا وفي الدولة الصحراوية في تعييننا في مختلف الأماكن، لأن نستحقوها، لكن هم اللي حقيقة هم اللي نثني على الدولة الصحراوية، لأن الدولة الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقات الحمراء والذهب كانت سباقة لتقدم المرأة، لإعطاء المرأة كامل حقوقها. والآن المرأة الصحراوية تتبوأ جميع الأماكن، من الهيئة السياسية إلى القاعدة، وهناك تواجد للمرأة الصحراوية. كذلك وفد المدن المحتلة نقول عن اللي شرفنا هذه الأيام اللي شرفنا بالحضور، ووفد المدن المحتلة دائما متميز، لأنه عبارة عن مجموعة من المناضلات اللي عانوا حقيقة تحت التنكيل والتعذيب والغزو، مازال ومازالوا يعانوا، والآن هو وجودهم في المؤتمر كذلك ينورنا ويزيدنا ياسر من المعلومات، كما أنه كذلك له ضلع كبير في تنوير وثائقنا وفي زيادة وثائقنا وفي تسيير مؤتمرنا وفي ورشاتنا اللي نعدلوا. كلمة أخيرة، أنا نوجه الكلمة الأخيرة لكل الصحراويات بصفة عامة، والمندوبات والمشاركات في المؤتمر الثامن لاتحاد المرأة الصحراوية بصفة خاصة، على إنجاح
هذا المؤتمر على تجند كاملة، يكونوا متجندات من أجل إنجاح هذه المحطة. هذه المحطة تعتبر محطة أساسية ومحطة رئيسية للدولة الصحراوية، وخاصة للمرأة الصحراوية. هذه المحطة اللي تعتبر نقطة من تاريخ المرأة الصحراوية اللي تمر بها. إذا الكل يتجند لإنجاحها، الكل يتجند لإثراء وثائقه، الكل يتجند للتركيز على قانون الأساسي وعلى برنامج العمل الوطني باش يدير فيه. لا ذاك اللي قاعد يعدل، لا ذاك اللي عارف عنه له نتائج مثمرة اللي تشبه. وشكرا. شكرا جزيلا. طيب الأخت شاب، كلمة أخيرة نختم بهذا اللقاء. أنا بدوري يعني بديهي، إحنا في منات الجبهة ومنات الدولة الصحراوية، على ذكرها قبال عنا نكبر الكرش. والدولة الصحراوية قطعا عنها فاتحة أبوابها قدامنا، غير أيضا نبقوا حقيقة عنا نثبتوا هذا اللي لامسة فينا دولتنا وحركتنا، نبقوها مولي عنها تجبر قبال على النمط ذاك اللي يطيره فينا. قطعا عني نطلب ونوجه رسالة تضامنية باسمنا كاملات مع نسائنا في المدن المحتلة ومع شعبنا بصفة عامة، غير أيضا بدون ما ننسى أبطالنا، معتقلين السياسيين الصحراويين، معتقلين قديميزيك، الصف الطلابي، جميع يعني المعتقلين السياسيين الصحراويين. يعني نوجه لهم رسالة تضامنية ونشدوا على أيديهم ونآزروهم في هذه الحقيقة المحنة اللي احنا عايشينها كاملين. ما فات انطلق صراحهم. نوجه أيضا تحية نضالية لجسمنا الثاني في سياني، كان في المهجر، وجاليات الشمال وجاليات الجنوب. هذو النساء الحقيقة اللي نعرفوا بعطائهم وبنضالهم وبتكافؤهم مع يعني دولتهم وتسليطهم للضوء على معاناتنا سياني كنا في مخيمات العزة والكرامة كلاجئين، غير ملي تسليطهم الضوء على معاناة الشعب الصحراوي في المدن المحتلة. وهذا حقيقة هو التكامل، هو التكامل ما بين الجسم الصحراوي سياني في المخيمات، سياني في المدن المحتلة، سياني في الشتات وفي المهجر في الجاليات. وهذه هي قبال المرأة الصحراوية اللي احنا نعول عليها من أجل إنجاح هذا المؤتمر الثامن، مؤتمر الشهيدة سيدة أمي المختار، اللي كانت نموذج حقيقة للمرأة الصحراوية في عطائها، في نضالها، في خدمتها. كانت مثال لنا في مرافقة المقاتل الصحراوي، كانت مثال لنا في الجيش، لأنها حقيقة هي مثال. وهذا المؤتمر اللي كان حقيقة مسمي عليها وشعاره ينقال مع النسير نحو النصر والتحرير، وهذا هو اللي طالب به المرأة الصحراوية من أجل عنها يعني تستكمل سيادتها، وهو هدف المنشود لكل صحراوي. شكرا جزيلا، كل التوفيق والنجاح للمرأة الصحراوية في استحقاقها الوطني الثامن، مؤتمرها الوطني الثامن اللي أكيد له تتقان فيه نخبة النساء الصحراويات، واللي أكيد عنهم له يقيموا عملهم يقيموا مسيرتهم، لكن أيضا له ينطلقوا من هذا المؤتمر خارطة طريق وبرامج جادة سيكون لها الشأن في الرفع من مستوى أداء المرأة الصحراوية في كل تواجداتها. باسمكم جميعا أشكر جزيل الشكر الأخت شاب بسيني، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، كما أشكر جزيل الشكر الأخت ليلى السالك الطيب، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية على تلبيتهما لدعوة البرنامج، ولكن أيضا على تجاوبهم ورحابة الصدر لكل ما طرحناه من أسئلة وانشغالات في هذا اللقاء. أنتم أيضا أشكر لحضرتكم حسن متابعتكم، إلى لقاء جديد.